العد شربة ورد وقد وخد زي ما فيش في الدنيا دي حد شربة ورد وقد وخد دي مفيش جواب باسمي من مصر. من غير سؤال فهمي؟ سؤال؟ ما في. اقعد معي مكتوب لغوص كالتك. سيد عبد الله! يا سيد عبد الله! الله؟ شو بك يا سهام زعلانك؟ عشان مش بيجي لي جوابات من ماما. طيب وشو بهمك؟ طالما انت مكرمه ومعززه عند خالتك وجوز خالتي. شو بهمك؟ روحي على البيت سلي انت وياها يا حبيبتي يلا.
اللي مربياكي وزي امك تمام. انت عندي اكتر من امي يا ام ورده، ما فيش يوم فارقتيني ولا حرمتيني من حنانك. وبعدين معاك يا سهام ما تقوليش كده، انت زي بنتي واحسن. ايه اللي مزعلك يا روحي؟ ست اشهر ما استلمتش ولا جواب واحد من ماما، مش هين عليها تسال على بنتها؟ لكن انا ماني مشغول عليها وعايزه اشوفها. والله معاكي حق يا بنتي، لكن يمكن خالتك ما ترضاش تسافرك مصر. ما ترضاش ليه؟ أنا مش فاهمة إيه السبب اللي مخلي ماما عايشة في مصر وأنا عايشة في لبنان، وكل سنتين تيجي تزورني مرة وتسافر طوالي، زي إني أكون مش بنتها. سبحان العالم يا بنت. خالتي، أنا عايزة أسافر مصر أشوف ماما. تسافري؟ تسافري ليه يا بنتي؟ أنت زعلانة من حاجة؟ أنت مبسوطة هنا 24 قرار. أيوة يا خالتي أنا مبسوطة هنا قوي، لكن ماما بقالها زمان ما بتبعتش جوابات وانا عايزه اطمن عليها. والنبي يا خالتي تخليني اروح عندها. ايه معلمتي؟ نعم في حاجه يا جميله؟ هلا اجى خطيبي فارس المشقوطي عم بيقول لي ان امي بدها تشوفني، مشتاقه علي كتير كتير، بتسمحي لي اروح عندها شي يومين؟ طيب يا جميله روح. ايه تكرمي خاطركم. ايه فارس فارس معلمتي ابني ساعتين يومين فرصة من شان امي. يا الله يا الله يا امي يا امي نسيني من امي يا امي. شايفه يا خالتي قد ايه جميله مبسوطه عشان راحه تشوف امها. طيب ما تزعليش، الجمعه الجايه تسافري انت وام ورده وتروحي تزوري مامتك في مصر. ها مبسوطه يا ستي؟ يا حبيبتي يا خالتي احبك يا خالتي. يا امي يا امي بوسيني من امي. الو انت مين؟ يعني مش عارفه انا مين؟ اس ام. ايه؟ اس ام؟ هو حضرتك الاستاذ سم؟ كويسه دي. لا يا ستي اس ام مرسي، سيد مرسي. كنت عايز اسمعك الغنوة الجديدة اسمها انغام في الحمام، انا عاملها مخصوص علشانك تفصيل. تحبي اشنف الاسماء؟ لا لا يا استاذ مفيش لزوم تيجي، انا بلبس الجزمة وخارجة حالا. ايه اللي فلي فلي فتلم علي تلفتنا منها بثلاثة تعريفة ثلاثة تعريفة تيرلي طم 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 طم. يا بايع الاعداد اللي طحق. وده مين بسلامته؟ الاستاذ اس ام يا دم عليه. سيد مرسي. العجيبة يا سعاد هانم مفيش واحدة في الصالونات كلها عندها معجبين قدي. طبعا وهم متفلتلين مني من شوية. حق تمام، ده انا من قيمه يومين كنت معزومه عند شكريه وساعه ما جت سيرتك اتفرت واخضرت وقالت لي هما بيحبوها على ايه، هما فاكرينها شابه صغيره مخلفه بنت عمرها 18 سنه. تخص عليها الكذابه، انا مخلفه بنت وانا عمري خلفت؟ ده كلام غير. قال على وشك يبان يا نتاغل يبان، وانت وشك اسم الله عليه ما فيهوش ريحه الكرماشه وده فلقه القمر. ميرسي يا صبريه. وسهرتك هتكون فين الليله يا سعاد هاني؟ الاوبرج؟ لا يا شريف، انا ليله رايحه سهره كلها ضرب وبوكس وخرشنه، حاجه لذيذه جدا. يا خبر، حفله كلها ضرب تبقى لذيذه جدا. انت فاكراني رايحه فين؟ سهره فتوات. ده ماتش بوكس هيلعب فيه البطل المشهور عز الحمد. قلتيلي لازم وادي يستحق الفرجه. ده جنان يا صبريه، ده شامبيون. اختي عليه وعلى عضلاته. عاوزينك تغلب الماتش ده يا سعزت، شد حيلك. هيغلب 100%، تلميذ حسن الرسولي. لما يكون خصمه معمول من حديد هيكون في ايده زي حته العجينه، تلميذ حسن الرسولي. اتفضل يا ايه الحدوه اللي في ايدك دي؟ دي تعويذه عشان اغلب بيها، طول ما انا شايلها لازم اغلب اسخن بطل. كده؟ هروح اجيب لك اربع حداوي.
اربع حداوي يا بطل. مين ده؟ الله 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 الله، يا سلام على الحظ اللي بتقول عليه. هات خد، ابقى علقهم له على سريره في المستشفى. شد حيلك يا بطل. ما تقولش كده، ده تلميذ حسن أرشولي. هناك دي شايفاها بينها سعاد هاني، هي بعينها يظهر ان السنة دي قلبها هيعمل سبور. ليه؟ وقلبها مواسم مواسم. ايوة، موسم تحب المغنيين، وموسم تحب الممثلين، وموسم تحب الرياضيين. استغفر الله العظيم يا رب. نحو البطل عزة، ونبلغك بالنيابة عنه انه مش هيجي. لا هيجي، دي كلمة قالها حسن أرشولي، مش هيجي. هيجي. دلالك يا ضياء عيني، سجاني من الهوى خمرة. يا زنت الكل يا زنت الكل يا زنت الكل يا سمرة. حاسبك ده انا اللي راح
حلوة يا حلوة على كيفك على كيفك يا يا صمرا سيرك يا صمرا سيرك يا صمرا سيبك يا صمرا سيبك يا صمرا سيبك يا صمرا سيبك بقى من البغداد سيبك يا بنتي قولي يا صمرا يا بنتي قولي يا صمرا اسبيني القهوة لو شرابة يحلى بيديك وشربها تسعد ونظرة يا زنتيل كل يا زنتيل كل يا زنتيل كل يا صمرة مش أشنف بقى آذان المدعوين شنف بعدين يا أستاذ سعد البوفيه بس تدري شوف يا سلام على خفافة الدم شربات ويسكي رغب نجاح بتأسف يا سعد هانم ما شربتش خمرة ولا أنا ولا أنا عشان خاطري يا عزت وحياتي ما هو أصلي أنا مش فاخر على الشرب كاس واحد يا عزت حط كتفني اشرب ارجع دي واحدة ست وستات زي الإزاز ما يستحملوش في صحتك ايه التوحش ده برضو يا عزيزتي أصله خايف على صحتك أيوة صحته مهمة جدا ده تلميذ حسن أراز شلبي أستأذن بقى سعاد هاني أقول كده يا عزت ليه؟ الساعة بقتش عشرة عشان عندي شوية صداع صداع فين؟ في دماغك؟ لا في رجليه أمال هو الصداع بيبقى فين؟ شيء بارد تعال أعمل لك شوية مساج بكولونيا وهو يروح على طول تعال تعال الله 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 وبعدين وراهم انا تحت امرك يا عزت اعتني بيك اهبك حناني وحبي زي اختك اللي سعادتك تهمها اعتبرني صديقتك المخلصه يا عزت شكر قوي انت صحيح يا عزت محتاج لقلبي احن عليك لانسانه تملى حياتك كلها سعاده تزعل لزعلك تفرح لفرحك تتالم لالمك عندك حق انا من حسن حظ اني اتعرفت على ست لطيفه زيك انا بعتبرك اكبر مشجع عليا انا كل لك يا عزة ايه في ايه عايزين نروح روحوا لسه الساعه 10 الساعه 12 يعني 12 انت اللي دايما ساعتك مقدمه يا باي انتوا الاثنين عليكم دم من الوزن الثقيل مفهوم يا هانم لازم عزة يروح حالا لانه هيسافر بكره علشان يتمرن استعدادا للماتش الكبير هتسافر يا عزة لمدة أسبوع واحد وراجع تاني أسبوع كتير أصل حنسافر خارج القدس طيب بس أقعدوا ما تسمعوا الأستاذ المغني والنبي يا عز مفيش مانع ها؟ وبعدين؟ طول بالك طيب يا هانم إحنا مستعدين نحضر نمرة الأستاذ المغني بس على شرط إيه هو؟ تسمحي لي أعمل نمرة رياضية مع الأستاذ عزت أمام المعازيم بس كده؟ بكل سرور اتفضل قومي يا حسنية هانم نقعد هناك نبعد عن الجماعة اللي بيفتحوا سيرة العالم أعوذ بالله دول مش مخليين حد إلا لما قطعوا فروشه دي مين اللي بتضحك دي؟ دي رئيفة بنت عبد موجود بيه الأرناؤوطي متجوزة راجل عجوز عاملاه زي شرابة الخرد كل ليلة فصح وسهر مع واحد شكل استغفر الله العظيم يا رب سيداتي وسادتي أقدم لكم البطل العالمي المشهور أستاذ مختار حسين متشكر أنا هفرجكم على نمرة مدهشة جدا هشيل لكم البطل المشهور عزة حمدي بيد واحدة وانزل بيه السلم برافو Are you ready? Ready برافو عزت
عزف. يا سلام على النمر. حقيقي يا اخواتي صدق الشاعر اللي قال: اذا رايت امورا منها الفؤاد تشتت فتش عنها تجدها من الرجال تاتت. اما حسه نمره ده هتطلع من عينين سعاد هانم. ايوه انتوا يا اخوانا بتسيئوا الظن بالست دي ليه؟ انا ماليش بيني بينها غير الصداقه البريئه. ما انا مش خايف عليك الا من الصداقه البريئه دي. بالعكس يا ابو علي، انا بنظر لها كاخت بتشجعني وبتعطف عليا. انا ما بناكلش بالكلام ده. وبتعطف عليك بمناسبه ايه؟ طوعني ابعد عنها، دي شامبيونة عواطف. حافظ على صحتك، انت تلميذ حسن قرصلي. تعرف يا صبري انا حاسه بايه؟ حاسه اني حطرشه. او انت صاحبتي ومطلعه على كل اسراري، وتعرفي ياما رجاله ضحت بكل شيء في سبيل ابتسامه مني. لكن عزه، من يوم ما عرفت عزه. يا صبريه، هو بان عليه مكار. انا اول ما شفته قلت ده طويل وهبل، اتاريه اتنين قصيرين فوق بعض. ابدا يا صبريه، ده على نياته خالص. لكن البغلين اللي معاه هما اللي دايما يبعدوه عني. تصوري انه عمره ما سهر معايا حتى في سينما للدرجه دي. يظهر انه فاهمني ان المعجبين ببطولته وبس، مش واخد باله من حبي. بيعاملني بكل تحفظ، بيحترمني زياده عن اللزوم. انا حطرشه. فهيمة. نعم. الراجل اللي بره ده دخلي الصالون. حاضر. سعاد هاني مالها جوزها شبرين واربعة سنتي بتاعها؟ لازم الواد الملاكم راح وسابها، عايزاه يفضل جنبها الحبيب عشان تصفي اللهيب. لهيب الحب. ايوه لهيب الحب. استغفر الله العظيم يا رب. شايفه البيت ده؟ اهو ده بسلامته طرطور الست. انهي ست؟ سعاد هاني. ده يبقى جوزها فهمي بيه الانفوشي، كان اصله غالي وفتقر، قامت اتجوزته سعاد هانم علشان تبقى في نظر الناس ست متجوزه وتعمل اللي عايزه تعمله. وهو عايش معاها؟ لا، عايش في الارياف، وبيجي كل شهر يقبض منها ماهيته ويسافر تاني. يعني يبقى جوز عيره، جوز شرف. استغفر الله العظيم يا رب. جاي تعمل ايه هنا؟ تسمحي لي اقعد؟ لا ما تقعدش. متشكر. يضايقك اولع سيجاره؟ انت عارف ان ريحه الدخان بتضايقني. عال عال. اخلص فهمني ايه اللي جابك؟ والله اللي جابني قلتهم، عايز فلوس. انت مش بعتش فلوس. انا مش بعت لك ماهيتك اول الشهر. قلت انت اكبر نكبه صادفتها في حياتي. بالعكس، كنت هتلاقي انسان زي فين؟ جوز بالاجره. كان يوم اسود يوم ما شفت وشك. سعاد هاني، ما يصحش انك تهين الراجل اللي انت مسطوره باسمه. لولا انك معروفه بين الناس باسم حرم فهمي بيل انفوشي كنت هتكوني حرم مين؟ وبنتك بنت مين؟ بنتي. ايوه بنتك. بنتك اللي خلفتيها من الشاب اللي خدعك وخلاكي زليتي، ومع ذلك قبلت انا اكون ابوها علشان استر عارك قدام المجتمع. وديني لغايه دلوقتي ابوها، مع ان عمري ما شفتها ولا عرفها. ده انت كان لازم تعملي لي تمثال. ما تنساش اني انقذت حياتك من الاتلاف. وانا انقذت سمعتك وشرفك من الفضيحه. تدفعي ولا افتش السر الاهم؟ بلاش السيره دي. هبعت لك فلوس، بس ارجوك ما تجيش هنا تاني مره. حاضر، من عناية الاثنين. مش عشان نبقى الاسماء. اتقندل شنك بس ابعد عني. يا سلام على خفافة الدم. شربات. Thank you.
الجميلة الجديد. لبست شوية عشان أشوف شكلي في اللبس اللبناني. وريني كده. يا أختي عليها. إيه معلمتي؟ إيه معلمتي؟ مالك يا جميلة؟ اتنين رجال كل واحد عم بيضرب التاني. هيك. أه برضوني معلمتي برضو. فين فين؟ لهون لهون. حلقة التمرين هنا مش هنا. حالا حالا يا وحده. انا بشوف بنات لابسين زيك تمام بيجوا يقطفوا الفاكهه من البساتين. بتيجي معاهم؟ ايه بيجمعوا. عال عال انا الشباك بتاعي بيطل على بساتين الفاكهه. اياك تسعدني الحظ واشوفك بكره. اما الشاب المراكم ده عبيط بشكل. اسمعي يا جميله، خلفيني فستان من عندك يومين ثلاثه، عايزه اعمل نفسي لبنانيه واضحك على الملاكم. وليش الشيطانه يا معلمتي الصغيره؟ عشان نضحك يا عبيطه. ايه اسمعي، دوري لي على سبب فاكهه. ايه تكرمي. ايه سبت التمرين ليه؟ مالك فرح فيها يا عزة؟ البنت اللبنانية اللي شفتها دلوقتي مدهشة يا مختار، مدهشة. نعم نعم. انت هتحب الستات ولا ايه؟ انت تحب الحلقة، تحب الرنج، تحب البطولة، تحب الكاس. اه نهار ما تفكر في الجواز ولا في الحب انا همسحك من الدنيا. هعجنك في بعضك وعبيك في علبة. ما فيش حب ما فيش جواز. طيب ما فيش مانع. يلا على التمرين. يلا خش عليه. لف لف يمين يمين. شغل يمين اليمين. الله. عنبي وبرقوقي يسرقوا قلبي الفكهاني. بصوا وقول لشفايفك ذوقي واتفرج على غزلاني. اوف اوف لبنان جنة سحر القلب وسحراني. اوف اوف لبنان جنة سحر القلب وسحراني. تفاح السكر في خدوده وعشقه كل الناس، والعنب الحلو وعنقوده يذكر من غير جاه. تفاح يبوس البستاني يستحلى ويبوس تاني. اوف اوف لبنان جنة سحر القلب وسحراني. اوف اوف
لبناني عجبة الكل وعجباني اوف اوف لبنان جنة سحر القلب وسحراني اوف اوف لبنان جنة سحر القلب وسحراني عشان يخوفني انا بيي يا دلي يا دلي لو بتسال الجن والشياطين بفهموك يا ابو كثير الدنيا والاخره ان جنابك جن بيي بتصير نمله عرجه فهمت فهمت قوي واسمه ايه يا ابو كده ابو الفوارس اسمه ابو جميله ابو خليل البيروتي ما شاء الله ما شاء الله يا أمي بكم الوقت يا حضرة البطل استنى هنا انت يا حبيبي جاي تتمرن على الملاكمة ولا تتمرن على بيع الفواكه انت خسرت سمعتي انت نسيت انك تلميذ حسن أراشولي ابدا ابدا يا ابو علي مسألة وما فيها اني شفت البنت المسكينة دي مش قادرة تشيل السبب صعبت علي شلت عنها شوية بقى كده ايوه وحياتك كده خد شيل السبب لغاية ما اربط الجزء مسكين أسأت الظن بي الله استنى يا شيطان يا إبليس الله 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 ايه حكاية يا ابو علي لا ولا حاجة خد شيل السبب ده لغاية مربط الجزمة ضحكت عليك ضحكت عليك اما مغفل قفشتك يا بوكسير تلفان يا ملاكم زفت انت حدين ورا البنات وفاكر انك هتاخد الكاس انت هتاخد 6 أشهر بذمتك ايه رايك فيها مش حلوه دمها خفيف ما بنقولش حاجه لكن يا بابا الحب والبطوله ما يتفقوش ابدا عايز تفضل بطل احترس من الحب عايز تحب من دلوقتي ما انتش تلميذ حسن أراشولي بس تفهمني يا اخي انا نويت اتجوزها بعد ما افوز بالكاس ما اقدرش اعيش من غيرها احبها يا معلم احبها مش ممكن تتجوزها انت تلميذ حسن أراشولي طيب خلاص مش هشوفها تاني اهو كده انت دلوقتي صحيح تلميذ حسن أراشولي متشكر ابو علي ابلغوني بكره عدم مش الخطر دمك الخطر الله 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 احنا هنلبخ
ما بدك تروح؟ لا ما بدي روح. يا أمي منيحك؟ ايه في ايه؟ ابن عمي شافني معك، هلا رح بقول البي وبي رح بموتني، شو رح اعمل يا الله؟ بس ما تعيطيش. وشرفي رح انتحر، رح ارمي نفسي في البحر. شريف حتجوزك. ما بريد اسمع منك هالكلام. ما هو لا تقولي انك موافقه. يا انا اللي حارمي نفسي في البحر. رح تلعب علي؟ ما بصدقك. مش مصدقه؟ طيب الوداع. بحية بيك بحية الله تعا. وافقتي قبل تتجوزيني؟ ايه ايه موافقه، وحية موافقه. أهو كده الشغل. كيف تقول عليك روحك؟ روحي من غيرك ما تسويش حاجة. وكيف حبيتني حضرتك بهالسرعة؟ مش فاهم. أنا اللي بهزم أبطال انهزمت قدام أول نظرة من عينيك. من أول نظرة؟ مش معقول. معقول أوي يا أنسة. أنت ما سمعتيش عن الحب من أول نظرة؟ أول نظرة ياما سرقت قلوب وياما جرحت ناس ما كانوش يعرفوا إيه هو الحب. هاي هيك وحياتك.
سلام، انت بتغني مصري كويس. شو لكن؟ اول نظرة يا حلاوتها، اول نظرة يا قساوتها. حاسس من اول نظرة. احسن ازاي؟ ما انا وقعت من اول نظرة. ايوه، جبت خبره بنظرة ذرية. مين استاذي؟ انا لا استاذك ولا اعرفك. عمال ادور عليك علشان تتمرن، وحضرتك بتتمرن هنا وهي بسلامتها. خوفت البنت يا اخي. ايوه طبعا، انا بقيت بابا دلوقتي. يا سلام، يا خسارة تعبك وشقاك يا حسن يا ارشلي. بسمع، انا قعدت اتفرج مع قلبي طول الليل، مش عاوز اتزحزح عنها ابدا. وجع قلبك ارميه في صفيحة الزبالة، اضربه بالصرمة القديمة. الكاس، البطولة، الشهرة. انت تلميذ حسن ارشلي. خيرك يا ابو علي السعدي، انا كلمتها في موضوع الجواز وافقت، بس انكسف اروح اطلبها. ايوه عارفك، وش كسوف قوي. وغرضك ايه يعني؟ تروح تقابل ابوها بالنيابه عني، تطلب لي ايدها منه. استاذ رياضه اتحول على ايديك الى خطبه. ارجوك يا ابو علي، انا عزك تلميذك المخلص، ساعدني. وابوها ده اسمه ايه؟ اسمه ابو خليل البيروتي، اسال عنه اي واحد يدلك عليه. طيب روح انت وانا حعرف سوق. انا ممنون، انا متشكر. ما يجعليش حسن بيه يا رشلي. بالله. ايوه، انا حعرف شغلي. كنت فين لحد دلوقتي؟ ما كنتش، كنت بتمشى في الجنان. شهاب، انا شايفاك اليومين دول غير الاول. ازاي؟ تملي قاعده سرحانه مهمومه زي اللي بتفكري بحاجه مهمه قوي. تحب المشي في الجناين كتير. وماله يا ام ورده، المشي رياضه كويس. حاكم انا بحب الرياضه واللي بيلعبوا الرياضه. قولي لي، ما تخبيش عليا، ايه اللي شاغل بالك اليومين دول؟ انت عارفاني يا سهاب، ما احبش اشوفك مشغوله ابدا. مش انا امك اللي ربيتك؟ فضفضي لي اللي في قلبك وهيكون سرك كبير. أم وردة حبيبتي، أنا أنت إيه؟ أنا بحب. بتحبي؟ أيوة يا أم وردة، بحب من كل قلبي. واحد شفته من أسبوع بصلي وكلمني، بعدين حسيت إني قلبي كورة وواحد بيلعب بيها بتروى. من الساعة دي عرفت إنه هو الحب. مش هو ده الحب يا أم وردة اللي يخلي القلب ينط زي الكره الكاوتش؟ والله ما انا عارفه يا بنتي، انا عمري ما بصيت لحد وحسيت ان قلبي بينط زي الكره الكاوتش، يظهر انه كره شراب. انت زعلانه باين علي. سامحيني خلاص، مش هحب وهقطع الكوره. ها انا مش زعلانه يا حبيبتي، انا خايفه لا يكون القلب الصغير ده ما احسنش الاختيار. بالعكس، ده شاب ظريف جدا واخلاقه نبيله جدا ودمه خفيف جدا. ده انت اللي باين وقعتي جدا. وبيشتغل ايه للنسعين؟ معرفش، كل اللي اعرفه بيلعب رياضه. اتاري قلبك بقى زي الكوره. هو غرضه شريف وعايز يخطب. يخطبك من مين هنا؟ من خالتي. لكن خالتك ما تقدرش تتصرف في مستقبلك، لازم امك اللي توافق. ضروري هتوافق يا ام ورده، هو في ام ما تحبش تعالج بنتها؟ طبعا لا. ولو ما وافقتش ماما اخلي بابا يوافق. هو بابا شكله ايه اللي عمري ما شفته؟ ابوك منفصل عن امك وعايش لوحده، ما تقدريش تعتمدي عليه لانه ملوش كلمه ولا راي قدامها. على كل حال انا متاكده انه ماما هتعمل كل حاجه عشان تساعدك. على الله يا بنت، ويمكن يكون ده السبب في ان خالتك تسافرت مصر. وحياتك يا مرضى، اطلعي انت كلميها وشوفي هتقول ايوه ولا لا. من عينيا يا سهاب. ايوه لا ايوه لا
حلوة. لا حبيبتي يا موردة. سهام. نعم. اوعي إيه حد يسرق منك الكورة. ما تخافيش. من فضلك. تقدر تقول لي فين أبو خليل البيروتي؟ فين؟ أبو خليل البيروتي، أيوه أيوه بدك أبو خليل ما غيره. اسمه ما غيره؟ قول من الأول إنه بدك أبو خليل ما غيره، تعا يا سيدك شوف. تمشي من هون دغري دغري أه. بعدين بتشوف دكتيلي على إيدك هيدا. لا 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 على إيدك هيدا. أيوه أيوه. بعدين بتشوف وليك جماعة قاعدين تسألهم. إن دلوك بيكون دلوك وإن ما دلوك بيكونوا ما دلوك. ما فهمتش حاجة. حضرتك عن إيش عم تسألوا؟ بسألوا عن بيت أبو خليل البيروتي. أبو خليل أفندي البيروت. ما أفندي؟ لا لا سيدي بيت أبو خليل أفندي تفضل قل له. ليش عم تعيط صبر رجال؟ يا إنك عامل لي على فهمان وإنت ما شامم ريحة الفهم. أني ما شامم ريحة الفهم؟ لا منك فهمان حضرتك. شي 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 شو شي 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 معلوم شي 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 لقى بدك ما يكون ما شي شي يعني شو يا اخواني عيب ما يصحش كده انتوا ولاد بلد واحده يعني لو ما كرمالك لخلي والله ما بيقول لي عادي الا اضربك كف غير الورق فيه نزل ايدك احسن لك يعني انا بدي اشوف التهديد والوعيد كل ساعه اشوفك عيب ما يصحش كده روق ضمكم شويه ان شاء الله شايفني ساكت ساكت يعني طيب اسكت الله انت يا اخونا عرفت كيف تستدل على بيت ابو خليل افندي البيروتي والله ما فهمت حاجه ولا وقديش فهمناك ما كنت فاهم ومنين جنابك الله جاي جاي من بيروت حاج منين يعني وهيدي طريق بيروت ايوه اكيد انها طريق بيروت ايوه خمنتها ما طريق بيروت اما هلا صحيح انها طريق بيروت لا لا طريق بيروت طريق بيروت خاطرك يا سيدي كتر خير كتر خيرك متشكرين نهارك مطين يا سيد عزة فضلك من هون طريق بيروت طريق بيروت من هون متشكر بيت ابو خليل العفريتي مشينا فشخة لسه باقي فشخة لسه باقي فشخة نعم فشخة هون بيت ابو خليل البيروتي عال كتر خيرك ليك يا حبوب انا بدي روح على مصر ليش اجت البابور؟ وعلى ايه تركب بابور؟ بينك وبين مصر فسخة واحدة سلام قريب بقابلني
حضرتك تبقى السيد ابو خليل البيروتي؟ اهلا وسهلا، اتفضل. دعيك سليم البيروتي وجنيب وفارس خطيب بنتي جميلة. الحمد لله، لفيت الجبل حتة حتة على بال ما عثرت عليكم. اهلا وسهلا، شو بتأمر يا عيوني يا شقف من قلبي يا مصر. بقى حضرتك تعرف ان الشرف عندنا احنا يا شرقيين اغلى شيء في الدنيا. ايه معلوم؟ حس كده بقى، ارجوك واتوسل اليك انك تنبه على المدموازيل جميلة كريمة حضرتك تبعد عن تلميذي عزة حمدي ولا تشغلوش عن تمريناته الرياضية. شو 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 هيدا؟ شو عم تحكي؟ خطيبتي جميلة؟ وعم تبص بطرف عوانتها للتلميذ الك؟ جميلة؟ عم بتقول حضرتك انها تميل حدا غيري. ايوه وده طبعا شيء ما يصحش. انتوا ناس عندكم كرامة، عندكم شرف، عندكم سلاح. السلام عليكم. عرضك ابو سيدي. تعال هون. شو هيدا؟ مسدس يا فندم. ايه منيح، شو هيدا؟ سكينة جزار. ايه منيح، وهيدا شو؟ بندقية. ايه منيح. الله يمنيحك. سلام عليكم. وقف عندك. هتطلعوا ايه تاني؟ دبابة. تعال هون. شوف، نقي واختار من مجموعة اصلاح. احلق عينك واخترك شموتي من هالمعرض الفظيع. تفضل. بالهنا والشفا. اصلي مش نمش. مش عم تبكي يا خي؟ ما راح يقدرون. نحن ما راح نمش شعره من حضرتك. فقط بدنا تختار بمعرفتك السلاح اللي راح نقتل فيه جميله. يا خبر، يا خبر اسود. تعال انا. وقف يا زلمه، وقف. جميلة هخليها السكين تمر على رقبتك الجميلة. يا سيدي حضرتك غلطان. طول بالك يا سيدي. طول بالك. اهو المدموزيل اللي بكلمها تبقى حضرتها. مدموزيل سام؟ معلمة خطيبتي جميلة. سام؟ حضرتي يبقى خطيبي يا عمي ابو جميلة. تتكلم مصري. بتتكلم مصري. ايوه. لكن شو هالزعبرة؟ اتركوا يا فندم. ما تاخذوش، حاكم عندي شوية هستيريا. وجاي لبنان عشان الهوا يفيده. مجنون؟ مفقوع؟ مجنون، ما انت شايف. بقى حضرتك اسم ابتهام. ايوه، مش عاجبك الاسم ده؟ عجبني، عجبني قوي. والفستان ده بتاعي؟ طبعا. مش عاجبك شكلي فيه؟ عجبني قوي. امال ليه بتقولي اسمك جميلة وامك وشو بدك مني والكلام ده؟ كنت بتسلى وعايزة اضيع وقتي. وضيعتي وقتك ولا لسه؟ انت من مصر؟ ايوه، وقاعدة هنا عند خال. لكن الواحد يجي يطلبك من خالتك تطلع هي كمان خالت واحدة ثانية. على العموم خالتي ما تقدرش تدي لك كلمة. امال اطلبك من مين؟ من ماما. وهي فين ماما؟ ما احنا هنسافر عندها بعد يومين. وانت هتسافر امتى؟ هسافر بكرة، ولما توصلي مصر ضروري تتصلي بيا في النمرة دي. ازاي البنت دي بتقول على عزت انه خطيبها؟ مش عارف يا اخي، ده من ساعتها وانا عقلي ما هوش في دماغي. تعرف لو كان خطبها صحيح من ورانا هتبقى وقعتهم طينة. ده انا رجعه مصر متحمر. تعالى بينا نشوف راح فين. شو بدك مني؟ لا مش انت. لا
اشوف وشك بخير يا طنط. قد ايه حتوحشيني؟ اذا انت اللي هتوحشيني قوي يا فهام. مش نبعت تلغراف لمامتك علشان تستناكي على المحطه؟ لا ما تبعتيش، انا عايز اعمل لها مفاجاه. اوربار بقى. اوربار يا حبيبتي، مع السلامه. خلي بالك منها يا ام ورده. عينيا الاثنين، دي بنتي. مع السلامه. الله يسلمك يا فهد. كده برضه يا خاين تيجي من السفر ما تفوتش عليا؟ مش هتحضر ليله عيد ميلادي؟ متاسف قوي يا سعد هانم، انا مشغول. ما تقدرش، انت اللي ما جيتش بالذوق حد ياخدك بالعكس. طيب طيب يا ستي، جاي حالا. ميرسي قوي يا عزه. الصورة فيها شمعة زيادة يا سعاد هانم، انت عمرك 25 سنة وفيها 26 شمعة، انت عايزة تكبري نفسك بالعافية؟ يا شيرين أنا ذمتي نضيف، 26 يعني 26. ماما! ماما! يا حبيبتي يا ماما، ازيك يا ماما؟ ايه اللي جاب؟ مش تبصيني قبل يا ماما، انتي وحشاني خالص. جيتوا تعملوا ايه؟ جاية تشوفك يا سعاد هاني. سهام قلبها فيه الخير ودايما تشتقلك. ميرسي ميرسي. لما انت كبرتي ولا اتعلمتي لا الذوق ولا الاتيكيت. ليه يا ماما؟ ماما ماما، كلمة ماما دي بقت موضة قديمة، دلوقتي البنت لما تكبر تقول لماما يا أبلة. طب ما تزعليش يا ماما. طب يا أبلة. دلوقتي روحي بقى قلعي فستانك وحاولي انك تنامي عشان تستريحي من الصف. حاضر يا ماما. يا أبلة. الزلمتها نظيفة مش عارفة تغامر، وعاملة عمرها 25 سنة، مع إنها مخلفة بنت عمرها 18 سنة. وحياتك دي أكبر مني ومنك، غش الصبغة والتواليت، دول بيداروا هددان البيت، ما هي لو ظهرت على حقيقة سنها يطيروا من حواليها العشاق. استغفر الله العظيم يا رب. أنا مش عارفة ليه ماما قابلتني المقابلة الوحشة دي. ما تاخديش على خاطرك، انت زعلانه من حاجه ولا متنرفزه من شيء؟ بقى يا ستي، انت عارفاني كويس طبعا. عقار واصيان ورصيد في البنوك، والى جانب هذا جمال ورشاقه وخفه دم. وايه مناسبه الاعلان ده يا منير بيه؟ مناسبه سعيده جدا. انا يا سعاد هانم اتقدم اليك طالبا متوسلا راجيا داعيا شاحتا. صباع يد أو عقل صباع أو ضفر صباع، المدموازيل، الآنسة، الكتكوتة، العصفورة، كريم، مجلسك، بنتك، حشاشة كمان. والله أسفة يا منير بيه، لأني أسفة ومتأسفة لأني ما أقدرش وما أسمحش وما أقبلش إني أدي لك عقل صباع أو إيد أو رجل لمجلسي أو كريم. ليه؟ وعلشان إيه؟ وإيه الداعي؟ وإيه السبب؟ عاوزني أبقى حماتك أنت؟ يا راجل ده أنا قد بنتك. عبيطة، حبل، غبية، مضروبة، عباسية. اتفضل، اقعد هنا يا سريع يا هاني.
تعبان. يلا اتفضلوا يا جماعة. أنا مش هقدر أنام أبدا، أنا عايز أنزل أتفرج. يا بنتي بعدين مامتك تزعل. ليه تزعل وأنا هقول لها يا ماما قدام حد؟ إن كان كده معلش. يلا أنا هنزل بقى. عن اذنك يا سعاد هاني. تهام؟ ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه اللي جابك هنا؟ أنا معزوم في عيد ميلاد سعاد هاني، وأنت برضه معزومة؟ عزت، أنت سبت البوفيه ليه؟ الله، أنت تعرف المدموزيل؟ أعرفها جدا. حضرتها تبقى بنت خالتي. بنت خالتك؟ عزت، حضرتها ماما. ماما؟ إذا حضرتك تبقي إيه؟ خلفة. اتفضلي. اديني كاس ويسكي. هديني مزة حاضر. مالك يا سعاد؟ أنا شم في الجو ريحة برود يا صبرية. يظهر إن عزة تعرف سهام بنتي. ومالك؟ فيها إيه لما يعرف؟ المعرفة دي وراها حب. مش عرف؟ لأني لما فاجئتهم ارتبك عزة وقدم لي سهام بنتي على إنها بنت خالتي. أما حتة الفصل يا شيخة ولا يهمك، أنا هكتشف لك كل شيء دلوقتي حالا. إيه اللي خلاك تقول لي ماما إني أنا بنت خالتك؟ مفيش حاجة أبدا. سعاد هانم صديقتي بتشجعني دايما، تنصحني ما بصتش لأي واحدة علشان ما أهملش بطولتي في الرياضة. ده السبب اللي خلاني اتلخمت لما شفتها. بقى ماما صديقتك؟ صداقة بريئة طبعا، صداقة راجل لراجل. عال، إذا مسألة خطوبتنا هتكون سهلة خالص. إن شاء الله. بما انك صديق ماما فطبعا ماما مش هترفض طلبك لما تخطبني منها. مظبوط، الليله هكلمها في الموضوع. الليله هتكوني خطيبتي رسميا. فرضاني يا عزة بيه، اسمحي بكلمه واحده يا مدمولي. اتفضلي. سهام يا حبيبتي، انا ست زيك ولازم انبهك للخطر قبل ما تقعي فيه. خطر ايه؟ عزة حمدي الملاكمه. أنصحك تقطعي كل علاقة بينك وبينه إذا كان في علاقة. ليه؟ في واحدة غيرك بتحبه وبتموت فيه، وأنت ما تقدريش تقفي قدامها لأنها خصم عنيد. ومين هي الست دي؟ واحدة والسلام. جنسها إيه؟ عايزة أعرفها، عايزة أشوفها. ولو عرفتيها هتعملي لها إيه؟ أعمل لها إيه؟ أخدعها، أحط لها سم في الأكل. اتفضلي. ابعدي، مش عاوزة. يظهر انك بتحب عزة قوي، وده شيء يسوق سمعتك وانت لسه بنت جنون. ابدا، دي صداقة بريئة وبس، مفيش بيني وبينه اي شيء. مسألة خطيرة يا سعاد، عايزة تضمني عزة تتجوزيه. اتجوزه ازاي؟ انا على ذمة فهمي زي ما انت عارفة. لو دفعتي له قرشين كويسين يخلصك. فكرة، عندك حق. خدي عزة وفتحيك مسألة جواز جديد. عزة، أنا عاوزة في كلمة. وأنا عايزك في 10 كلمات، عن إذنكم يا جماعة. أيوة أيوة، استغفر الله العظيم يا رب. تعالى عزة. عزة. فندم. أنا كنت عاوزاك في حكاية. عزة، أنا كنت عاوزة. ماما. إيه عاوزة إيه؟ ما تزعليش يا ماما عشان نزلت الحفلة. طيب. إيه في حاجة تانية؟ لا. طيب. أنا ما كنتش عارف إن عندك بنت لطيفة بالشكل ده. لا، دي مش بنتي، دي أختي. بس هي تعودت من صغرها تقول لي يا ماما. نرجع إحنا لحكايتنا. اسمع يا عزة، أنا كنت عاوزة. ماما أبلة، أنا نسيت أقول لك إن خالتي بتسلم عليكي كتير قوي. طيب الله يسلمك، روحي أنت دلوقتي. حاضر يا أبلة. يا عزة بيه. وجوز خالتي كمان. تعالي يا عزة. أنا اندهشت جدا، نزلت أقدم سهام على إنها بنت خالتي. الحقيقة يا هانم، أنا كنت عاوز أقول لك إن بنت خالتي تبقى سهام صديقتها. قول كده. اسمع يا عزة. افندم، انا عاوزة افتحك في مسألة مهمة جدا.
تحت امرك يا هاني. انت لحد امتى هتعيش قاعده؟ مش تفكر في الجواز بقى؟ والله انا فعلا فكرت في الجواز وكنت ناوي اكلمك فيه دلوقتي. كده بيبقى توارث خواطر، لكن ما هي القلوب عند بعضها. طبعا انت مكتوب تكلمني اكلمك انا. عايزه خليني اسهر على سعادتك وراحتك، خليني اهتم بكل شيء في حياتك. ان قلت اه تلاقيني جنبك افديك بروحي، هتشوف الفرق بين حياتك لوحدك وحياتك معايا، هتكون معايا في منتهى السعاده يا عايزه. لكن يا سعاد هانم احنا كنا اصدقاء مش اكتر. انا كنت عايز. عايز ايه؟ قول اتكلم، انا مستعده انفذ لك كل طلباتك. انا صحيح فكرت اكلمك في موضوع جوازي، لكن مش علشان اتجوزك انت. امال عشان تتجوز مين؟ على العموم اللي هتجوزها مش غريبه عنك ابدا، بالعكس قريبه منك جدا. قريبه مني جدا؟ مين؟ تهام؟ ايوه. بتقول ايه يا عزة؟ عاوز تتجوز طفله؟ انت اكبر من تهام بكتير، انت قدي. لا ما اظنش. عزة ما تحطمش الصوره اللي رسمها لك قلبي، ما تخليش اعتقد انك سخيف. سخيف عشان عايز اتجوز بنتك؟ لكن انت ما لحقتش تحبها، انت عرفتها الليله بس. بالعكس ده انا شفتها من زمان. من زمان؟ فين؟ في لبنان. كده اذا كان الحب متبادل بينكم من زمان. وانا هنا قاعده تايهه ومش عارفه سبب تعاستي. هدي نفسك يا سعاد هانم وخلينا اصحاب. بقينا اعداء، انت عدوي وبنتي عدوتي، طعنتوني من الخلف يا ندل. الكلام ده ما يلقش. مش عاوز اشوفك في بيتي، اطلع بره. ماما ماما قديه انتي ابنة نبيلة جدا. مالك يا ماما؟ ليه طربتي عزة في بيت؟ عزة بيت؟ ازاي تتمي الجربوع الصعلوك ده بيت؟ ده صايع، ده بينضرب عشان ياكل. الله انتي سايرة قوي يا ماما. ازاي تسمحي لنفسك تحب راجل غريب لا تعرفيه ولا يعرفك؟ انت بنت بنوت، سمعتك هي اغلى شيء في الدنيا. اتكلمي انطقي. لكن عزة انسان شريف وغرضه شريف. شريف؟ الراجل يدخل بيوت الناس عشان يغازل بناتهم تسميه شريف؟ لكن يا ماما مانيش فاهمه انت زعلانه منه ليه؟ ده كان امله كبير في موافقتك على خطوبتنا. اسكتي، مش عاوزه اسمع السيره دي تاني من بقك، فاهمه؟ بس مالك يا بنتي؟ انا مش عارفه ليه ماما غضبانه عليا وعلى عزه، مش عايزاه يتجوزني ابدا. العلم عند الله يا بنتي، ما تقهرش روحك، تعالي فرجي عن نفسك. تعالي هي مالها سعاد هاني قاعده على البار وبتشرب من غير حساب؟ سمعت من صبريه صاحبتها انها بتحب عزه حمدي الملاكم اللي بنتها بتحبه. يا ستي يا ستي، الام والبنت بيحبوا واحد. ايوه الام والبنت بيحبوا واحد. استغفر الله العظيم يا رب. يا مرمى عبيد تهام تهام، دكتور يا اخواتي دكتور يا ناس. وتبقى احسن واحسن لو كنت تغيري هوا في الارياف. حاضر يا دكتور. نهاركم سعيد. مع السلامه يا دكتور. انا مبسوطه قوي عشان الدكتور قال لي اسافر الارياف اغير هوا، دي فرصه عشان اقعد عند بابا يومين واشوفه مره في العمر. ان شاء الله، بس لما ناخد موافقه ماما. انا استدعيتك لامر مهم جدا. خيرا وبشرا وسرورا وانسا. انا ما عنديش مانع اجوزك تهام بنتي. كده متشكل ممنون مصروف، بس على شرط اكتب الموضوع ده لحد بالليل
جيب المأذون واثنين اصحابك واثنين شهود وبس، مفهوم؟ مفهوم ومعروف ومعقول وحاضر وعلى عيني وعلى راسي. روح دلوقتي استعد بقى. رايح طالع الحرب. سعيد الى اللقاء. اوروبا. سهام يا روحي، سهام يا حبيبتي. نعم يا ماما. السعادة اللي بتمنها لك يا بنتي طول عمري ربنا بعتها لك النهارده. أي سعادة يا ماما؟ هدو البال، راحة السر، العريس اللي هيخلي حياتك كلها جنة. عريس؟ عريس مين يا ماما؟ منير ده لبطة. ده لبطة؟ أيوة يا أم وردة، راجل كله ذهب. لو فرغت المية من المحيط خزينه ما يفرغش منها الفلوس أبدا. مبروك يا روحي. مبروك يا حبيبتي. وعزة نسيتيه؟ هخصب قلبي على نسياني. ماما بتحب عزة وانا لازم اضحي بقلبي عشان اسعد ماما. يا مجنونة، تدوسي على قلبك وتتجوزي راجل لا تعرفيه ولا يعرفك؟ ايوة، عشان ماما بالها يرتاح. يا اختي ان شاء الله مرتاح. مبروك يا منير بيه، الله يبارك فيكم جميعا. عقبال عندكم ان شاء الله، تتعبدكم في الابراح، العاقبه عندكم في المطرات ان شاء الله. محدش معاه هدوم يا جماعه. الو، اديني من فضلك عزه حمدي المراكم. تليفون علشانك يا عزه. الو عزه بيه، اسمع، سعاد هانم هتجوز سهام غصب عنها لواحد عجوز اسمه منير بيزا لبسطة. اذا كنت بتحب سهام تعال اقوم وخلصها باي طريقة. ايوه جاي حالا. رايح على فين؟ شوط صغير وراجع، لكن الماتش قرب يبتدي. قدامي ماتش اهم. انت بقيت فادح، انت بقيت تلميذ حسن الرسولي. يا اختي عليها قمر. الله، سهام حد يكشر يوم جوازه؟ طرفشي روحي واضحكي. اضحكي حلوة. حاضر يا ماما، حاضر. هتضحك قوي وكلنا هنضحك. شباب شباب، استنى يا فضيلة المأذون، ما تكملش الإجراءات. ليه يا فندم؟ لأن العروسة هتجبر على الجواز بالبيت. أنت بتقول إيه يا وقح يا شر؟ بس بيه، ده لسه فاضل واحدة. عندك بخت اللي سعاد هانم خلصتك من ايدي. انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا نبهت عليك ما تخش بيتي. جيت امنع الجريمة اللي دبرتيها علشان تهدمي سعادة بنتك. وانت مالك يا تلم يا بني؟ بنتك اللي بتحبك ولا بتقبلك؟ امال بتحب مين؟ بتحب عيسها طبعا. انت بعتي لعزة؟ ايوه يا بنتي، كلمته في التليفون. ليه تعملي كده؟ انا مش عايزاه، انا مش عايزاه افقد نفسي واسعد ماما. سهام ارجع يا سهام، ارجع، ما تبقيش مجنونه. سهام انت صحيح ما بتحبينيش؟ ايوه ما بحبكش وما اعرفكش. سمعت بودنك يا متطفل، اتفضل اطلع بره. اسم الله عليها، بعد الشر عنها ان شاء الله. انا ان شاء الله. خلاص ما فاضلش غير خمس دقايق ويبتدي الماتش. راح فين بوكسير الخيبه ده؟ راح مدك يا حسن يا رسولي. تعالى، جيت في وقتك، مش قلت لك ده تلميذ حسن رسولي؟ الحمد لله. الا الا عزة حمدي. محمد فاز. المساعدون في الخارج، الجولة الأولى.
وما بحبكش وما اعرفكش. إلى رحمة الله يا حسن يا أرسلي. سيبك يا أبو علي، هو في أحسن من الويسكي؟ ناولني هذا، خليني أنسى نفسي، خليني أنسى اسم حسن أرسلي. كده برضو يا عزت، أنت اللي كنت فخرنا في النوادي الرياضية، يجي عليك يوم تخلي رقبتنا زي السمسمة، أنسى البنت المفعوصة دي. وارجع لمجدك يا عزة. يا ريت يا مختار، عاوز انساها لكن مش قادر. مع انك اول حبي، ازاي قلت ما احبكش مع انك اول حبي يا حبيبي؟ ما تصدقش ده انا قلتها من ورا قلبي. ما تصدقش يا حبيبي، ما تصدقش يا حبيبي. كانت عطشانة وسقيتها بعد بحنانك، ده انا وردة كانت عطشانة وسقيتها بعد بحنانك. كنت في دنيتي حيرانة، حبيت الدنيا عشانك، ولقيتها في قربك جنة، والقلب ارتاح وتهنى. ازاي قلت ما احبكش يا حبيبي؟ ما تصدقش يا حبيبي، ما تصدقش ده انا قلتها من ورا قلبي. ما تصدقش يا حبيبي، ما تصدقش يا حبيبي. ضيعت بإيدي نصيبي في غرامك غصب عني، ضيعت بإيدي نصيبي في غرامك غصب عني. وقهرتك وانت حبيبي، خليتك تغضب مني، ده رضاك أملي ومنايا، لكن أعمل إيه في شأني؟
انا قلتها من ورا قلبي ما تصدقش يا حبيبي ما تصدقش يا حبيبي. كده يا سهاب تعذبي نفسك وتسقمي روحك. اعمل ايه يا ام وردة؟ مش حرام تكسري قلبك وقلبي عزت وانتوا بتحبوا بعض. وماما يا اختي مامتك شبعت من الدنيا، لكن انت لسه بنت امبارح لازم تتمتعي مش تتعسي شبابك علشان تسعدي كهولة امك. انا عملت تضحية كان لازم اعملها عشان ما عذبش ماما. هما العجائز بيعملوا حاجة، الشباب دايما اللي بيضحي بروحه. امنا بالله، لكن انت ناسية ان ابوك موجود. لا مش ناسية. ليه؟ مش عيب شجعي مامتك انها تحب واحد غير ابوكي. لكن خالتي مفهماني انهم متطلقين من بعض، وطبعا ماما في الحاله دي حره تتجوز اي واحد. خالتك كذبت عليك، مامتك لسه على ذمه ابوك. انت متاكده يا ام وردة؟ متاكده قوي. يخلصك ان شرف ابوك يتمرمخ في التراب. مستحيل مستحيل. خلاص حتى بالفرض لو ما بتحبيش عزك لازم تكوني مانع بين مامتك وبينه علشان تصوني شرف ابوكي. انت لازم تحاربيها مش تحبيها. تمام انا هحاربها بكل قوتي. برافو عليكي. طيب انا عايزه اروح لبابا، هو فين؟ في طنطا. وديني عنده. لكن مامتك تزعل لما تعرف انك رحتي له. ما يهمنيش، انا من دلوقتي اعلنت عليها الحرب. وانا وراكي الخطوط الخلفيه. يا حبيبتي يا ام وردة. اسمعي يا ام وردة، انت ليكي تاثير على سهام بنتي اكتر مني. عاوزاكي تاثري عليها وتخليها تتجوز منير فيصل بطه. بس حرام يا استهانم، ده راجل عجوز. عجوز لكن غني. البنات اليومين دول يا ام وردة بيبصوا لمصلحتهم المادية قبل ما بينظروا للجمال والشباب. عبيب عنده 90 سنة وغني وفي نظر الناس عنده 19. عندك حق يا استهان. ان شاء الله هكلم سهام لما صحتها تتحسن شوية. ما اتحسنت وبقت كويس. برضه لسه مدعبلة شوية. من حق على فكرة. الدكتور كان قال لسهام تغير هوا في الأرياف. ما تبعتيها عند صاحبتك صبرية هاني في العزبة تقعد لها يومين. ما عنديش مانع، بس حضري نفسك عشان تسافري معاها. من عناية يا أخت هانم. حاضر. لو ماما عرفت اننا ما رحناش عند صبرية هانم ورحنا عند بابا هتتغاظ خالص. تنغاظ تنفلق. انا اقترحت حكاية سفرك مخصوص عشان ابعدك عنها وعن عن طلبات طبيعي اللي عاوزة تلزقولك. قد ايه الحياة فظيعة من غير ستات حلوين. اعوذ بالله، دي سهرة مقبضة. ده انا كأني سهران في زنزانة. عربية وقفت قدام البيت فيها اتنين ستات. ها؟ انتم ايه؟ واحدة جمالها مدهش والتانية بالبلد جايين ليه يا ترى؟ واحدة منهم دخلت البيت. اللي جمالها مدهش؟ لا اللي بالبلد. اخي الحلوة نزلت وبتدي فلوس للعربجة. اهي دخلت رخرة. عال عال. فهمي بيه. ام وردة؟ ايه اللي جابك يا ام وردة؟ جيت مع سهام بنتك. بنتي؟ بنتي مين؟ بنت شعاد هاني. كنت ناسي ان ليا بنت. وهي فين؟ بره مستنية لما اشوفك موجود هنا ولا لا. سهام سهام تعال. ازيك يا بابا؟ الله يسلمك يا روح بابا. سهام ابوك اهو. بابا يا حبيبي.
حبيبي يا بابا وحشت. عن اذنك يا فهمي دي. تفضلوا مع السلامه. تعالي يا بنتي. تفضلي يا بنتي استريحي. لا اخذه يا بيه. قصدي يا بابا لاني ازعجتك. لا لا ابدا ابدا انا مسرور جدا علشان شفتك. من زمان عايزه اشوفك يا بابا، عايزه اعرفك، لكن ماما كانت تملي تبعدني عنك. دورت على صوره من صورك ما لقيتش ابدا. ده شيء طبيعي لان صورتي ما تحبهاش مامتك. قد ايه بتألم لما بفكر فيه واقول لنفسي ليا اب لكن ما اعرفش شكله ايه. في الواقع احنا عيله متبعزقه خالص، الام في مصر والاب في طنطا والبنت في لبنان. قوليلي كنتي مبسوطه في لبنان مع خالتك؟ انا تربيت في المدرسه الداخليه، كنت انا التلميذه الوحيده اللي ما تجيلهاش امي تسال عليها ولا اب يجيب لها هدايا، واستنى الليل عشان اعيط لوحدي. يا حسره يا بنتي. وفؤاد هانم امك قد كده قلبها قاسي عليكي زي ما هو قاسي عليك يا بابا. مش حرام عليها انها تبعدك عنها لانك مريض؟ انا مريض؟ كانت تقولي كده كل ما اسال عليك، لكن ما كانش يخطر في بالي انها تسيبك تعيش العيشه الوحشه دي. فرشه منكوش، هدومك مزعتره. بابا خليني اصلح لك الجرابات دي. متشكر يا بنتي، متشكر. بتشكرني على ايه يا بابا؟ ده واجب عليا. انا هعيش معاك هنا، اطبخ لك واغسل لك واخيط لك هدومك واخدمك وكل شيء. لا لا انت تبقيش مجنونه، تعيش ازاي في البيت الوحش ده وتأيدي نفسك باغلال الفقر والحياه؟ أنا سعيدة سعيدة جدا. أم وردة. نعم يا بنتي. وحياتك تعطيني لما نرتب البيت. بس كده تكتب في ورطة. والنبي كمان نفسها يا ماما وحياتك. لا بدي أنا بقى. مدهش، ده انت طباخة درجة أولى، عديلك 10 على 10. يبقى لك عندي 5 على 10. من جيت للحق يبقى لي عندك 9 على 10، عشان انت ما عملتيش حاجة غير تخليط البصل بس. ما تزعليش يا ام وردة، خديلك انت أخرى 10 على 10. بابا أنا عايزاك في مسألة تهمني جدا. إيه هي؟ مش وقت الصباح رباح؟ لما تنامي لك شويه وتستريحي من تعب السفر ابقي قولي له على مسألتك. طيب تصبح على خير يا بابا. تصبحي على خير. يا صباح الخير يا بابا. احكي لي بقى، اقعد. ايه المساله اللي عاوزاني اساعدك فيها؟ انا مكسوفه منك يا بابا. تنكسفي مني ازاي؟ اتكلمي، هسمع كلامك كلمه كلمه. انا جيت هنا يا بابا اشتكي لك من ماما. مالها مامتك؟ عملت لك ايه؟ لما كنت في لبنان خطبني شاب مصري، قمت انا طلبت منه يخطبني من ماما في مصر، ولما راح يخطبني منها مكسوفه. اقول لك يا بابا مكسوفه. كملي كملي ما تنكسفيش. وبعدين؟ اصلا حكايه ما تتقالش. تصور ان بابا بتحب خطيبي. بتحب خطيبك؟ بكل اسف يا بابا، ولما عرفت انه بيحبني طردته من البيت وجابت لي راجل عجوز وحش وعايزاني اتجوزه. طبعا علشان يخللها الجو. قلبي اللي صدم، ما هو الصعبان عليا قد ما انا زعلانه علشانك يا بابا.
وتزعلي علشاني ليه؟ شرفك يا بابا، اسمك، سمعتك. الناس تقول عليك ايه لما يعرفوا ان مراتك بتحب واحد غيرك؟ فضيحة فضيحة. لكن ايه المساعدة اللي عاوزاني اعملها لك؟ عاوزك تساعدني على ابعاد ماما عن خطيبي عشان اسمك يفضل نظيف. وايه اللي هنقدر نعمله؟ اول كل حاجة اتجوز خطيبي. اتجوزيه؟ من غير معونتك ما اقدرش. انت ابويا، انت الوحيد اللي تقدر تقف قصادي. انا؟ لكن ده مستحيل يا بنتي. اتوسل اليك يا بابا، المسألة مسألة سعادة بنتك او سعادة اسمك. انا مليش قلب حلول غيرك يا بابا. بودي اساعدك يا بنتي، ولكن ما باليد حيلة. ليه يا بابا ليه؟ لانه بيني وبين مامتك مفيش عمار، احنا منفصلين عن بعض، هي عايشة في قصرها وانا مدفون هنا. ما تزعلش يا بابا، بعد ما اتجوز عزة خطيبي حتعيش معانا وحتكون اسعد مخلوق في الدنيا، وبعد ما تكون اب بس حتبقى انت عارف بقى يا بابا. حكون جد. وحياتك يا بنتي ما تتكلميش، ما تقدريش تتصوري قد ايه كلامك بيعذبني. ليه؟ لانك صورتي لي جنة ما كنتش عارفها وعمري ما حلمت بدخولها. سهام. نعم يا بابا. انا هساعدك بكل قوتي، هعمل المستحيل علشان سعادتك. ميرسي يا بابا، متشكرة يا بابا. ام وردة. نعم. احنا هنسافر مصر دلوقتي، حضر الشنط. يلا خلينا هنا كم يوم. يلا والنبي يا دادا. عزة، أنا سعاد يا عزة. مين؟ عقربة هانم؟ هي. ألو. ألو. وبعدين معاك يا هانم؟ أنت بقيت فاضي كده ليه يا عزة؟ أنا كنت عايزك في مسألة مهمة. متأسف مانيش فاضي. على كيف؟ دي حتى سهام هي اللي كانت عايزه تشوف. سهام؟ انت بتتكلمي جد؟ وهضحك عليك ليه؟ جاي حالا. تعالى بس اسمع مني. يا رب يا عزه، خليك عاقل. ما تشغلش بالك الا في الماتش اللي جاي وبس. دي اخر فرصه ترجع فيها مجدك. في عرضك ما تقطمش رقبه حسن ارسولي. اهلا عزه. فين سهام؟ سهام مش موجودة. اللي عاوزاك مش سهام يا عزة، سعاد اللي عايزاك. مش غريب ان فصل بارد زي ده يصدر مني. عزة، عزة. طيب انا اوريك. بونجور سعيدة، فوت افطرنون. بس بلاش لك، انت لسه مصمم تتجوز سهام؟ مصمم؟ ده انا مصمم ومحتم ونقوي وعازم ومن كل جد. خلاص، الجوازه دي مش ممكن تتم الا لو طار عزة حمد. وهيطير امتى؟ وعلى انهي طياره؟ ومن اي مطار؟ يا جدع افهمني، ليله عنده ماتش مهم بالنسبه لحياته كملاكم، عايزك تاخد شويه ناس وتروح الحفله بالليل، تبوظوها وتهزقوه وتبوخوه عشان تتكسر نفسه ويتغلب. لكن بس يعني يا يا خواف يا جبان، ان ما عملتش كده مفيش جواز. ده انا هعمل وانب وافعل واجمع والم واجند العالم، الدنيا، الكون، المعموره. طب يلا وريني همتك. ما تخافيش، هينضرب ويتهزق ويتغل ويتدسس ويتفتفت ويتحتحت ويت جلوس الخمس عشر.
فكره مصيبه. انا عايزه اكلم جدتي وصابت ايدي وصحيت. ازاي؟ هي الاموات بتصحى. انا هطلع له. ابعد عنه، اوعي تكلميه، ومش هكلمك، لحتى لو كلمك همسحه من العالم. عزت عزت. عزت عزت. انا هنا انا هنا. شد حيلك يا عزة، أملنا هتتحقق. بابا أهو. المساعدون في الخارج، الجولة العاشرة والأخيرة. الشاب اللي بتحبه ده اي صفة؟ ده صفتي ابوها. انت مش ابوها. ده صحيح. انا مش ابوك يا سهام، ابوكي مات. مات؟ ايوه، وكتب لك ثروة تقدر بخمستاشر الف جنيه استولت عليها مامتك، واستغلت انك عايشة معاها، وبددت ثروتك على حياتها وملذاتها. لكن انا أبقى بنت مين؟ بنت مين؟
اقدر اقول لها تبقى بنت مين؟ فهمي بيه. ايوه قول عايزاها. بكل اسف يا بنتي هضطر اشرح لك الحقيقه المؤلمه. انت مالكيش اب شرعي. ماليش اب شرعي. امك اتهورت مع واحد غني وخلفتك واستغلت فقري علشان اتجوزها واسترعرها وامثل دور ابوكي علشان لما تكبري ما تعرفيش ان ابوكي مات وكتب لك ثروه بددتها امك. انت كذاب. انا ما بددتش ولا حاجه. المحكمه يا هانم هتثبت ان كنت كذاب ولا صادق. محكمه تهان؟ انت ما يخلصكيش ان امك تقف قدام محاكم وتنفضح. طبعا ما يخلصنيش. لكن قوليلي قوليلي الحقيقه يا ماما. صحيح مانيش اب شرعي. ايوه تهان، لكن لازم تعرفي السبب. انا كنت زيك بنت بريئه ما تعرفش ان العالم مليان شرور. القدر وضع ان خدعت بوعوده. كنت فاكره انه هيدخلني الجنه اللي بتحلم بيها كل فتاه في مستهل حياتها، لكنه طلع ندل شيطان. بدل ما يدخلني الجنه دخلني النار. وكتب لي امواله وثمن وجودي في الدنيا من غير اب. انا سعيده ماليش اب ومليش ام زي الامهات. انا مكسوفه من روحي، ما اقدرش اعيش كده، لازم اموت نفسي. يا روحي انت لو عملتي في روحك حاجه اتجنن اموت. للدرجه دي؟ طبعا دي بنتي. عجيبه دي اللي بتتكلم من سعاد هانم اللي بعرفها. اللي بتتكلم سعاد الام اللي حياه بنتها الوحيده هي اغلى شيء عندها في الوجود. سهام يا بنتي قولي لي اللي انت عايزاه، قولي لي طلباتك ايه. انا طالبه منك طلب بسيط، عايزاكي تكوني ام افتخر باني بنتها. احلف لك اني من اللحظه دي هكون لك الام اللي بتحلمي بعطفها وحنانها. صحيح يا ماما، وهيكون لي اب كمان. فهمي انا كنت اسف وما عملت ده. سامحني، من دلوقتي هكون زوجتك اللي تخاف على كرامتك وتسعدك وتتعاون معاك على سعادة سهام بنتنا. حضرتك اسمك ايه؟ اسمي ام وردة. ام وردة واحدة؟ ده انت ام جنينة الاندلس. عزة مبروك عليك سهام. ازاي؟ دي خيانة، ده غدر، ده طعن من الخلف. مش فاهم حاجة. الله، ايه مالك؟ في ايه؟ اسمع، بارك لعزة هيتجوز سهام. ها؟ ايوه هيتجوز؟ ايوه. انا مش قلت لك اوعى تتجوز؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة.